بكم. أنا في اعتصام، اعتصام مفتوح، اعتصام مبدأ من تاريخ 18 فيفري حتىش من توا. بالنسبة لنا الاعتصام بتاعنا قام، مش كم يحكيوا برشا عبيد في إطار المطلبية اللي قام في البلاد من بعد الثورة. هي ثورة قامت على ظروف اجتماعية، وتوا ثورة حرفت على المسار نتاعها العادي اللي هي ولت في إطار المطلبية، وإطار ولت تحكم فيها ظروف سياسية، خاصة الخطاب السياسي تبدل ياسر. احنا الحق نتاعنا هو حق مشروع، وديجا احنا طالبين استرجاع حقوق، ليتو مش استرجاع، هي تصحيح وضعيات. احنا طالبين تطبيق قانون، قانون الشغل، وحاجه تطبيق قانون الشغل والمجال في مجال الشغل، وخاصه في مجال اللي جاء في محضر احاله في المؤسسه نتاعنا تخوصت في اطار الخوصه. احنا عملنا اعتصام نتاعنا هذايا في اطار طلبنا ساعه من الاولوي بكل، عملنا اسلوب حضاري، طلبنا منه كل موضوعيه باش يخدم معنا، يقعد معنا ويحكي معنا، ونشوف انا حسنا اون توكا حسنا بالتزام من السيد المدير العام باش مدير العام تاع المغازي العام قنطاوي. الطبيعي فرع هو فرع قنطاوي، قنطاوي معناها هو اللي في اعتصام من حكم المدير العام، وتاع الشين كامله موجوده في تونس كامله. احنا حاجتنا نمشي قاعده معنا تاوت مفاوضات، وديجا بعثنا مراسله عن طريق السلطات المعنيه من اتحاد ومن جامعه ومن السلطه باش يقعد معنا، هو رفض اي شكل من اشكال الحوار. احنا شادين صحيح في الاعتصام نتاعنا، ونحبوا يجي يقعدوا معنا، وباش نقولوا احنا نقولوا احنا ناس حضاريين، مش كما يحكوا برشا عباد يساكاجور قاعدين ركنا على الاحداث. احنا ناس متحضرين، قام الاعتصام نتاعنا من اجل الكرامه. خصوص ديال الاعتصام؟ دينا 18 فيفري. 18 فيفري، وتوصل 11 اليوم حتىش 2 افريل. والمده هذيك اللي كامل مازالكم حد ما حد بدل حد شيء. من الولايه من الشغل من فما حد شيء. وصلنا حتى الحل. وجو تي تي الاتحاد العام توصل الشغل ما عاونكمش؟ بالطبيعه احنا القضيه نتاعنا متبنيه الاتحاد العام توصل الشغل. وبرقية الإدارة وبرقية الاعتصام طلعت من الجامعة التونسية للسياحة والمعاشة، والسياحة والجامعة التونسية منظمة تنتمي للاتحاد العام التونسي للشغل. أنا احنا برشا ناس تحب تقول كونوا تخرج على الإطار الصحيح، كونوا احنا اعتصام مش قانوني، بينما الاعتصام تاعنا قانوني راهو وشادين فيه صحيح. وتوا بالعكس ولينا احنا طالبين الاعتصام كرامة سميناها. سي ان دينيتي كو نيفو. فبون فما حاجة تقال هي les lois sont faites pour secourir les gens autant qu'il pour les intimider. Au sein de notre société, les lois sont faites pour nous intimider. تصعيد برشا برشا اشكال تاع تصعيد، هو معناها في الوقت اللي يجي اون برانسيب يجي يتحاور معنا ويحكي معنا، هو رفض اي شكل من اشكال الحوار، وفما ما عرفش ما تعتيم كبير على الحكايه نتاعنا. وكشكل من اشكال التصعيد جاونا عباد لهنا سكرنا الباب ما خلناش نخرجوا، ودايرمون ضربونا بالغاز. ضربونا بالغاز ولا شنو هذو عباد عاديين ولا هذوما عباد ينتميو فروع اخرى جاو لهنا يحبوا يكسروا الاعتصام نتاعنا. طالبين الخدمه، يحبوا يخدموا. واحنا هما مش في بالهم كون احنا اللي قال اللي قاعدين الخدمه. لذلك هما جاو لهنا وعطونا وسكرنا الباب لهنا وضربونا حتى بالغاز. ضربونا بالغاز. نهار اثنين ضربونا بالغاز. جابوا معناتها وحيد ميليشيات يعطي فيهم في الفلوس، يعطي فيهم في الماء، يفطروا فيهم كل شيء معناتها الاساليب الكل. ضربونا نهار اثنين بالغاز، اخر حاجه كنا نتوقعها معناتها الغالب ضربونا بالغاز. وتركم الغاز الحكم عمل شيء ولا؟ حتى بوليسي ما تحرك، كلهم واقفين هنا باركينج هذا كلهم معبي بالبوليسي، حتى بوليسي ما تحرك تفرج عليهم. هوريزمون جاي الجيش، ولا كانت تصير كارثه في المنطقه. معناتها تنظيم الحق تحل تحقيق في الحكايه هذه نتاع ضربونا بالغاز، خاطر توا المطلب نتاعنا الاساسي ولد حكايه كرامه، ولد حكايه احنا حاجتنا بشكون تحل تحقيق في الحكايه هذه، شكون ضرب بالغاز ولا ضربونا بالغاز. احنا في بالي واقفين هنا قاعدين هنا بشكل قانوني راهو، وطلبوا في حقوق. ما تصورش كان واحد انسان قلت له بلا حقوق ويطلب في حقوق ومعناها يصير فيه شيء هذا. احنا بالحق عشتنا بالسؤال لكل تحقيق في الحكايه هذه، خاصه في التصعيد الداخلي اللي صار. ما قلنا احنا بمعناه التونسي ولا حر هكا ولا بعد 14 جون في ولا قامت الثوره، الثوره قامت ظروف اجتماعيه مش سياسيه متصورين هكا ولا التونسي ولا حر هكا. انا مارس الحريه نتاعي. تو دروا دي تو دروا ريزيرفي في السوسيتي نتاعنا راهو اكسبريمي ايكال اكسبلسي، هذاك اللي صار تصحتنا راهو. احنا عبرنا تصحت الناس الكل، طرد الناس الكل، طرد الناس الكل خاطر عبرنا عن طرد الناس الكل. معناها كيك دو فاسون، معناها اورا، معناها فيربال ولا فكري؟ فكري موثق وثيق. معناها طرد بيرسونيل من كل كي منين باقي كلها طرد؟ منين باقي طرد؟ في نهار واحد في نهار واحد. وبين الشهر وبين السيد ولا السيد
نورمالمون بالنقابه نورمالمون كيما يلزم يلزم النقابه تحضر فيه والاتحاد والجامعه والطرف الاداري شويه ما قبلوش النقابه نتاعنا باش تقعد على الطاوله معاهم. هو بعث مدير الشؤون القانونيه ومدير الموارد البشريه قالوا لي ما يقعدوش معانا هذوما النقابيين خاطر احنا ديجا معنا علاقتنا المهنيه بهم مسيين قطعت يخرجوا. قالوا مش مشكل مادام احنا مادين يدينا للصلح فهمت خرجوا قالوا برا خلي يتفاوضوا هما وتو نشوفوا واش باش معناها اش باش يعملوا. بعد بزمان كما نقولوا ساعه اكثر شويه السيد المدير العام للفاكولتيه بعث للنقابي نتاعنا الكاتب عام باش يعاود يرجع للفاكولتيه نتاع سوسه. رجع له قالوا انتم حلوا الاعتصام وهاكا نهار السبت يجيكم سي طاهر البياحي للولايه عندكم جلسه وتفاهموا معاه. معناتها احنا نحلوا الاعتصام ونقعدوا نجريوا في الريح معرفش نلقاو الحق ولا باطل. اذا كان عبد خرج من هنا سوكي فيه خرج كومبليتمون مشي. من بعدها احنا نسالوه هذا السيد المدير العام لفاكولتيه الشغل اذا كان احنا حلينا الاعتصام كما حب هو باش يجيب لنا حقنا نورمالمون. هو متفقد عام ولا هو باش يجي في صفنا ولا كيفاش يطلعها الكلمه هكيه كيفاش يقول حلوا الاعتصام كيفاش جاي ابروبو الاعتصام تاعنا خذاه بعد اخر هو هو ما يقولوا باش نكونوا واضحين مع بعضنا راه هما تو في السياحه وفي تونس قامت محمد دعايه جديده شنو قايمه على اساس الثوره في خدمه السياحه هكا ولا هكا احنا في الثوره في خدمه السياحه هكا خذيت بعض حضاريه تو ذولي ناس متحضره هكا ولا الغرب فول فوالا عملنا لما قاعدين بالعكس في كل ريفوليسيون تصير في البلاد فما ديزاكوتي هذوما لازم يجي يسيح ويعرف كون علاش قامت على هذا الشيء هذا على حقوق عمال ثوره اجتماعيه يجوا بالعكس بلي سوتيان كتشوف الناس الكل عاملين ديجا عاملين حالة نتاع مضايقات نتاع المساندة مع التصميم مش لازم تكون راهو مساندة بشكل مساندة لازم يكون دي كومنتير تاع سوتيان تحب حتى تسبب ما يصيرش معناتها مشكلة إذا كان غلطين شوف اكتب ما حتى مشكلة اوكي ربي يبارك فيك حسين بونشور عليكم يا خويا.